اهلا وسهلا بيكم على قناه طبيب اطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن التعامل الصحيح مع السخونيه بعد التطعيم. خليكم معانا. في البدايه لازم اكد على ان التطعيمات حاجه مهمه جدا جدا للاطفال، لانها بتحمي الاطفال من مجموعه كبيره وخطيره من الامراض، فمن الضروري ان احنا نحافظ على جدول التطعيمات لكل الاطفال علشان نحميهم من الامراض. انا عملت فيديوهات قبل كده اتكلمت فيها بالتفصيل عن كل التطعيمات اللي الاطفال بياخدوها، سواء التطعيمات الاجبارية او التطعيمات الاضافية. هسيب لكم لينكات الفيديوهات دي في صندوق الوصف بتاع الفيديو، لكن النهاردة هتكلم على حاجة من اشهر المضاعفات اللي بنشوفها للتطعيم. كتير من الاطفال بيسخنوا بعد التطعيم، والحرارة ساعات بتبقى عالية جدا، والام بتبقى خايفة ومش عارفة تتصرف مع الحرارة ازاي. في الفيديو ده هقولك ازاي تتعاملي مع السخونية بعد التطعيم بأمان في البيت. اول حاجة لازم اوضح ان السخونية بعد التطعيم مش لازم تحصل مع كل الاطفال. الموضوع هنا فيه اختلاف فردي وبيختلف من طفل للتاني، يعني في اطفال بيسخنوا بعد التطعيم وفي اطفال تانية ما بيسخنوش، وفي كلتا الحالتين الطفل بيبقى استفاد من التطعيم، لان في بعض امهات لو الطفل ما سخنش بعد التطعيم بيبقوا قلقانين جدا وبيبعتوا يسألوني هو كده الطفل استفاد من التطعيم ولا لا. ايوه، الطفل سواء سخن من التطعيم او ما سخنش، في كلتا الحالتين هو استفاد من التطعيم والتطعيم بتاعه صحيح. طيب هنتعامل مع السخونية بعد التطعيم ازاي؟ اول حاجة ممنوع ان احنا ندي خافض حرارة قبل الطفل ما يروح يطعم. احنا بندي خافض الحرارة بعد الطفل ما يطعم، وضروري ان احنا نقيس درجة حرارة الطفل في الوحدة الصحية قبل ما يطعم. ولو الطفل سخن اساسا قبل التطعيم يبقى يفضل ان احنا نأجل التطعيم لحد الطفل ما يبقى كويس. طيب الطفل سخن بعد التطعيم هنتصرف معاه ازاي؟ عندنا حاجتين لازم نعملهم مع بعض، ما ينفعش نعمل حاجة واحدة فيهم، لازم الاتنين يكونوا مع بعض. الحاجة الاولانية هي الكمادات، والكمادات هنا مهمة جدا جدا في انها تنزل حرارة الطفل. بنعمل كمادات بطريقة من ثلاث طرق. الطريقة الاولانية ان احنا نقعد الطفل في مية عادية من الحنفية. احنا بنستخدم المية العادية، ما بنستخدمش مية ساقعة ولا بنحط تلج ولا بنستخدم خل ولا بنستخدم اي حاجة تانية. كمادات مية عادية من الحنفية، ولو احنا في الشتاء يفضل ان المية تبقى فترة شوية والطفل يقعد فيها، وواحدة واحدة حرارة المية هتنزل وتبتدي تنزل حرارة الطفل. نملى البانيو مية من الحنفية ونقعد الطفل، بشرط ان نصه التحتاني يبقى مغمور في المية، يعني المية تبقى واصلة لحد سرة الطفل، ونسيب الطفل قاعد في المية من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما الحرارة تنزل. وممكن نكرر الموضوع ده 4 أو 5 أو 6 مرات في اليوم على حسب السخونية بترجع للطفل كل قد ايه. الطريقة التانية للكمادات هو ان احنا نعمل كمادات موضعية، وهنا احنا بنبل قطعة قطن كبيرة او فوطة صغيرة موجودة في البيت، بنبلها بمية عادية وبنحطها حوالين الرقبة وتحت الدراعين او تحت الابطين وما بين الفخدين. دول التلات اماكن اللي فيهم الاوردة الكبيرة واللي الكمادات فيها بتبقى فعالة جدا. بلاش نحط الكمادات على الجبهة، لان الكمادات على الجبهة غير مؤثرة وما بتنزلش الحرارة. الطريقة التالتة للكمادات هي كمادات الجل الجاهزة اللي بتبقى موجودة في الصيدلية، برضو بنلزق كمادات الجل حوالين الرقبة وتحت الدراعين وبين الفخدين، لكن كمادات الجل ما ينفعش نستخدمها للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. وأنا شخصيا بفضل كمادات المية، خاصة لما نقعد الطفل في المية لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، دي أحسن طريقة في تنزيل درجة حرارة الطفل بأمان. الحاجة التانية اللي بنستخدمها عشان ننزل حرارة الطفل هي خوافض الحرارة. وخوافض الحرارة هنا هتتقسم لنوعين على حسب عمر الطفل. لو عمر الطفل اقل من 6 شهور يبقى احنا بنستخدم مادة الباراسيتامول بس. لو عمر الطفل اكتر من 6 شهور نقدر نستخدم الباراسيتامول او الايبوبروفين. نتكلم بقى بالتفصيل. الطفل اللي عمره اقل من 6 شهور هنستخدم له السيتال قطارة، وبندي نقطتين لكل كيلو من وزن الطفل. يعني ايه؟ يعني مثلا الطفل اتطعم تطعيم الشهرين وهو عنده شهرين كان وزنه 6 كيلو، يبقى نديله الستال قطارة قد ايه؟ هنضرب الستة كيلو في نقطتين هيساوي 12 نقطة، يعني جرعة الطفل ده هتبقى 12 نقطة من الستال قطارة، وندهم له كل 6 ساعات
وممكن ندي كل 4 ساعات لو الحرارة بتيجي على فترات صغيرة، بس دي كده الجرعة القصوى وما ينفعش نزود عن كده. يبقى جرعة السيتال الطارة أو أي مادة فيها الباراسيتامول النقط هتبقى 2 لكل كيلو. لو وزن الطفل 6 كيلو يبقى جرعته 12 نقطة، لو وزنه 5 كيلو يبقى جرعته 10 نقط، لو وزنه 7 كيلو يبقى جرعته 14 نقطة. يبقى حضرتك هتحسبي جرعة السيتال الطارة بناء على وزن طفلك اللي حضرتك هتبقي عارفاها. لكن لو انت مش هتعرفي تحسبي جرعة طفلك، يبقى في جرعات تقريبية احنا بنديها لمعظم الأطفال. الأطفال عند عمر 2 و4 شهور بنديله نص قطارة كل 6 ساعات، عند عمر 6 شهور بندي 3/4 قطارة كل 6 ساعات، وعند عمر 1 سنة و1.5 سنة بندي قطارة كاملة كل 6 ساعات. ده بالنسبة للباراسيتامول القطارة. نيجي لمادة الإيبوبروفين، زي البروفين والإيبوفلام وحاجات كتيرة جدا، أي دواء بيحتوي على مادة الإيبوبروفين ده ما ينفعش نستخدمه غير بعد 6 شهور، وجرعة الإيبوبروفين بتبقى نص وزن الطفل كل 6 ساعات. يعني لو الطفل وزنه 10 كيلو يبقى الطفل هياخد 5 سنتي كل 6 ساعات، لو الطفل وزنه 12 كيلو يبقى جرعة الطفل نص ال 12 هتبقى 6 سنتي كل 6 ساعات. الجرعة التقريبية اللي احنا بنديها لو الطفل عند 6 شهور بندي 3 سنتي كل 6 ساعات، لو الطفل عند 1 سنة بندي 5 سنتي كل 6 ساعات، لو الطفل عند 1.5 سنة بندي برضو 5 سنتي كل 6 ساعات. يبقى دي خوافض الحرارة اللي مسموح باستخدامها والجرعات التقريبية بتاعتها بالنسبة للأطفال. ضروري هنا ان اقول ان استخدام خافض الحرارة بعد التطعيم ما بيشتغلش بس كخافض حرارة، لكن كمان بيستخدم كمسكن، لان الطفل بعد التطعيم بيبقى حاسس بوجع في عظمه وجسمه كله بيوجعه، فمن الضروري هنا ان احنا ندي خوافض الحرارة علشان ننزل الحرارة وكمان علشان نسكن الالم وما يقعدش الطفل يعيط ويزن كتير. الحاجة التانية اللي عاوز اتكلم عليها بعد التطعيم ان في بعض اطفال بيحصل لهم تورم او كلكعة مكان حقنة التطعيم، وفي الحالة دي هنتصرف معاها ازاي؟ بنعمل كمادات مية دافية على مكان التورم، بس من غير ما نضغط على مكان التورم علشان ما نقلمش الطفل. بنحط فوطة عليها مية دافية لمدة 10 دقائق على مكان التورم، وبنكرر الموضوع دون من 4 ل6 مرات في اليوم، 2 أو 3 أيام لحد الورم ده ما يخف شوية. يبقى كده أنا اتكلمت سريعا عن أكتر حاجتين من المضاعفات اللي بنشوفها بعد التطعيم، اللي هي السخونية والتورم أو الكلكعة مكان التطعيم. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.